إذن مشاهدي الكرام، البداية ستكون مع موضوع منع من النشر. هذا المصطلح الذي نستمع إليه والذي يكون من الادعاء العام بقضايا معينة، يقال أنها ممنوعة من النشر. ماذا يعني ذلك من الناحية القانونية؟ كيف نتصرف نحن كمواطنين عاديين، كناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي، كصحفيين، كإعلاميين، كوسائل إعلام مختلفة؟ نريد أن نفتح هذا الملف ونتفقه قانونيا بهذا المصطلح وبهذا المفهوم، ولنعرف كيف نتعامل معه من ناحية قانونية حتى لا نوقع أنفسنا بمخالفات قضائية وقانونية. اسمحونا الحديث عن هذا الموضوع. أن نرحب بالمحامية والباحثة في قضايا حقوق الإنسان الأستاذة هالة عاهد. أستاذة هالة، مساء الخير. تحياتنا لك أستاذة هالة، وأنت يعني الخبيرة والمختصة، وكان لك آراء يعني متعددة في موضوع قضايا منع النشر. بداية ممكن يعني توضحي لنا إياها كمفهوم، ما هو مفهوم منع من النشر، ثم نتحدث عن آلية التعامل مع هذه القرارات التي تصدر. شكرا لك على الاستضافة، وتحياتي لك وللإخوة والأخوات المستمعين. حظر النشر هو قرار يصدر إما من سلطة التحقيق أو المحكمة تنفيذا لنص قانوني يمنع تناول حيثيات واقعة سواء للجمهور أو من خلال الإعلام. وبالطبع لأن هذا الحظر هو قيد على حرية الرأي والتعبير، وهو قيد على حرية الوصول للمعلومات، ينبغي أن يكون بحدود لها ضرورة، يعني حتى نقول بأنها هي تشكل قيد على حق مهم دستوري، وهو الحق بحرية الرأي والتعبير والحق بالوصول للمعلومات، فهي بالتالي الاستثناء وليست الأصل. نجد أن التشريعات الأردنية المختلفة، يعني منع النشر نص عليه في عدد من التشريعات، أهمها بالنسبة للصحفيين قانون المطبوعات والنشر، أو قانون انتهاك حرمة المحاكم والذي ينطبق على الجميع، أو قانون المطبوعات، قانون العقوبات أيضا، ومثلا قانون الأحداث الذي حظر النشر المعلومات التي تتعلق بالحدث، اسمه وصورته وفي هذه القضايا. وهناك إجماع بأنه يعني حتى في العديد من التشريعات العربية بأنه لا يجوز، لا يشمل الحظر إلا أثناء نظر القضية أمام النيابة العامة أو أمام الادعاء العام أو أمام المدعي العام، لا يشمل إلا التحقيقات فقط. فإذا صدر قرار عام بمنع النشر يمنع الناس من التعليق أو الحديث عن قضية ما دون أن يكون متعلق فقط بمحاضر التحقيق، فهذا يعد تجاوز على القانون وتجاوز على الصلاحية التي يعني نص عليها القانون صراحة، وهو أن لأن التحقيق سري فإذا محاضر التحقيق هي فقط السرية. فاليوم نحن لا نستطيع أن نتحدث عن قضية تحت التحقيق، من هم الشهود فيها، من هم الخبراء، ما هو مثلا تقرير الطب الشرعي، ما هي الإجراءات التي يقوم بها الادعاء العام في إجراء هذا التحقيق، ولكن لنا الحق كمواطنين وكإعلام أن نتحدث عن القضية بالمجمل طالما لم نتناول القضية التحقيقية بحاضر التحقيقات بهذا المعنى. أيضا نص القانون على أنه هناك قضايا بطبيعتها لا يجوز نشرها، كما قلت لك القضايا المتعلقة بالأحداث نشر أسمائهم للحفاظ على خصوصيتهم، القضايا المتعلقة بالسب والشتم والقذف، وأي قضية أخرى ترى المحكمة أنها سرية ولكن ينبغي أن تسبب المحكمة سبب السرية إذا كان هناك ما يتعلق بالنظام العام أو حفاظا على الأسرة وغيرها، ولكن في كل الأحوال القرارات عند المحكمة إذا كانت سرية ولكن ينبغي نطق الحكم بجلسة علنية وبالتالي لا يجوز فيه النشر. فنلاحظ بأنه عملية النشر هي عملية ينبغي أن تكون منضبطة، ليست واسعة ومقتصرة حتى في مدة زمنية وهي انتهاء التحقيق. عند انتهاء التحقيق يعني يرفع حظر النشر ولا يحتاج هذا إلى قرار من المدعي العام. جميل، يعني هذه خلينا نحكي مبادئ قانونية ربما تنطبق على الأردن وغير الأردن، مش هيك أستاذ هالة؟ هي قواعد قانونية. نعم، هناك فوارق يعني في بعض الدول بسيطة، ولكن هذه هي مبادئ عامة يعني. جميل، طيب إذا ممكن أستاذ هالة ومن خلال خبرتك، خاصة أن حضرتك مشتبكة مع قضايا الرأي العام، إن طبقنا هذه المبادئ القانونية على أرض الواقع، هل تطبيقها سليم في الأردن بشكل عام بمختلف القضايا؟
للأسف لا، نلاحظ بأن هناك قرارات إدارية أحيانا صدرت، كان يصدر عن هيئة المرئي والمسموع مثلا أو هيئة الإعلام كان يصدر عنها قرارات بحظر النشر، وليست مجرد تبليغ قرارات المدعي العام للصحف بعدم النشر. فنلاحظ بأن هناك تغول على الحق في حرية الرأي والتعبير، وتغول على حق الناس في الحصول على المعلومات بالتوسع بإصدار قرارات منع النشر في قضايا يعني وكأنها بمثابة يعني قرارات مسبقة. هناك حظر نشر في بعض القضايا أو معلومات بعض القضايا التي أو إتاحة المعلومات المصنفة بناء على قانون أكثر من تشريع منها أسرار الدولة وغيرها، ولكن ينبغي أن لا تكون رقابة مسبقة، أن يترك للأفراد حرية تداول المعلومات، وإذا كان فيها ما يخالف القانون ينبغي عندها محاسبتهم. ولكن التوسع في قرارات حظر النشر هو تعدي على الحقوق الدستورية للمواطنين الأردنيين. وعلينا أيضا أن لا ننسى أن لدينا مادة مهمة في القانون الأردني، وهي ليست فقط المواد المتصلة بحقوق الرأي والتعبير والوصول إلى المعلومات، ولكن أيضا المادة 128 فقرة 2 منها التي تقول بأنه لا يجوز أن يصدر قانون بموجب الدستور قانون يقيد الحقوق الواردة في الدستور. اليوم للأسف نسمع السلطة تسوغ تعديها على القانون بأنه والله حرية الرأي والتعبير المنصوص عليها والمحمية بالدستور هي مش يعني مقيدة بالقانون, يعني. بالقانون. ولكن نقول لهم بأن القانون نفسه ينبغي أن لا يقيد هذا الحق ويفرغ من مضمونه وأن يتعدى عليه. جميل. وأن هناك شروط وضوابط لهذه القوانين حتى تعد دستورية. للأسف لدينا توسع، كل قضية يكون فيها قضية رأي عام، كل قضية لا نريد للناس أن تتحدث بها نصدر بها قرار منع نشر بما يخالف الشروط الواردة في التشريعات وما هي يعني القضايا التي ينبغي أن يحظر فيها النشر، حماية للتحقيق أو حماية لسمعة الأفراد أو حرياتهم. يعني عادة أستاذ هالة بالعرف القانوني يجب أن يبرر منع النشر بما هي الأسباب التي قررنا فيها منع النشر كما ذكرتي، ولا مش شرط؟ علينا أن نفرق، هناك حالات لا حاجة للتبرير، لأن التحقيق سري لا حاجة لأن نقول لماذا نحن منعنا النشر في قضية تحقيقية، لأنه نحن من المعروف بأنه سرية التحقيق حتى لا يتم التأثير على الشهود أو على مجريات التحقيق. ولكن إذا قرأ وفي قضايا الأحداث كذلك أو في قضايا الشتم لأنه لها علاقة بسمعة الأفراد، ولكن إذا والأفراد وسنتحدث عن الأفراد العاديين، يعني بعض التطبيقات في الدول لا تعطي هذا الحق الشتم للشخصيات العامة على سبيل المثال، ولكن في الأردن هي هذه القضايا سرية التحقيق، محاضر التحقيق فقط، القضايا المتعلقة بالأحداث، القضايا المتعلقة بالسب، هذه لا تحتاج إلى تبرير. ولكن إذا قررت المحكمة في أي جلسة أخرى في قضية أخرى خارج هذه القضايا أن تعلن سرية التحقيق، عليها أن تبرر، أن تقول لماذا هي أعلنت سرية التحقيق. وبالتالي لا يحق أيضا للسلطات أن تصدر اليوم أي هيئة الحكومة أو وزارة أو غيرها أن تقرر منع النشر في قضية أو تمنع المواطنين العاديين من تداول أو الحديث عن قضية معينة بحجة منع النشر، هذا غير مسوغ، هذا اعتداء على حرية الرأي والتعبير وحرية الوصول للمعلومات. ذكرت أستاذ هالة مادة 28 فقرة 2 من أي قانون؟ عفوا 128 فقرة 2 من الدستور الأردني. من الدستور، اللي هو لا يجوز أن يصدر قانون يقيد الحرية الواردة في الدستور، مش هيك؟ نعم. جميل. أي قانون يصدر لينظم الحقوق والحريات الواردة في الدستور لا ينبغي أن يعني تقيد الحريات وتفرغها من مضمونها. يعني اليوم لا يجوز لك أن تضع قانونا بالممارسة الحقيقية يصبح وكأنك أفرغت الحق من حرية الرأي والتعبير من مضمونه، أو تعديت على حرية الصحافة بحجة أنك وضعت قانون. للقانون ينبغي أن يكون هناك ضوابط لتضع قانون من هذا النوع. طيب، سؤال الأخير لك يا أستاذ هالة هو يعني ذو صلة بموضوع بهذا الموضوع، لكن يمكن يكون منفصل أكثر. موضوع الاعتقال قيد التحقيق التوقيف ويعني قبل أن يصدر حكم قضائي، هل هذا أيضا يعني قانوني، وهل هنالك ما يبرر للسلطة أن تقوم باعتقال شخص معين وهو ما زال أثناء فترة التحقيق؟ الحقيقة هذا يعتمد على حسب التهمة الموجهة للأفراد.
في الجنايات هناك صلاحيات للنيابة العامة أو للمحكمة أثناء نظر الدعوة أن توقف الأشخاص، تحديدا إذا كان هناك في خطورة على حياتهم أو إذا كان بخروجهم في خطورة على مجريات التحقيق. ولكن اليوم العديد من القضايا التي نشهدها وعلى الساحة توقيف نشطاء أو قضايا لها علاقة بحرية الرأي والتعبير أو على مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها، للأسف كل هذا التوقيف هو بمثابة عقوبة مسبقة أثناء المحاكمات، لأنه طالما الشخص في جرائم المعاقب عليها أقل من 3 سنوات وطالما هذا الشخص له مكان معروف داخل البلد ولا يوجد خطر على حياته ولا يشكل خطر على أحد، فلماذا توقفه أثناء المحاكمات؟ للأسف اليوم أيضا نحن نشهد توسع كبير في إجراء التوقيف أثناء المحاكمات، وهو يشكل خلل لأنه أيضا يضر بقرينة البراءة اللي وهي أن كل متهم بريء حتى تثبت إدانته، وفي تعدي على حرية الأفراد سواء في التنقل أو حريتهم. لذلك أيضا للأسف فيه توسع. طيب أيضا يعني شيء متمم، يعني هو ضمن السؤال الأخير، هل يحق للأفراد بعد ذلك أن يطالبوا بحقهم لأنه أنا بعد أن يصدر حكم بالبراءة، هل له حق أن يعني يطالب بتعويض معين نظيرا لتوقيفه دون وجه حق؟ للأسف لم ننجح كمنظمات حقوقية أو مهتمين ومدافعين في قضايا حقوق الإنسان، لم ننجح في أن نقنع الجهات السلطات التشريعية بضرورة إجراء تشريع يمنح الأشخاص تعويضا عن مدة توقيفهم غير القانونية. يعني كثير هناك دراسات، يعني لا أذكر أرقام، ولكن هناك دراسات قامت فيها عديد من منظمات مجتمع مدني بأعم أنه كم من الأفراد الذين يتم توقيفهم ولكن تصدر بحقهم أحكام براءة، وللأسف القانون لا يتيح فكرة التعويض أو دعاوى التعويض بالتوقيف من هذا النوع. جميل، أنا بشكرك أستاذة هالة لأنه يعني ربطنا بين النصوص وبين التطبيق على أرض الواقع، ويعني على الأقل نشعر قليلا أنه لدينا الإمكانية أن نعبر عن آرائنا بأمثال حضرتك، يعني كخبراء ومختصين على الأقل نتحدث في المفاهيم العامة لحقوق الإنسان والتي على المواطن الأردني على الأقل أن يعرفها. شكرا جزيلا لك المحامية والباحثة في قضايا حقوق الإنسان والناشطة الأستاذة هالة عاهد، شكرا جزيلا على كل ما تفضلتي. يعني ربما الأستاذة هالة وضعت أصبعها على الجرح تماما ما بين النصوص وما بين نصوصنا الراقية التي نملكها نحن هنا في الأردن، يعني وخاصة الدستور الأردني الذي يحفظ حرية الرأي والتعبير، وبين التطبيق الواقعي والعملي الذي فيه العديد من التجاوزات الحقيقة. لذلك نحن لا نطالب سوى بالالتزام بالدستور الأردني كما ذكرنا في المقدمة. نكتفي ونذهب إلى وقفة قصيرة ثم ملفات جديدة من استوديو اليرموك.